عايزك تفهمه، رد عليهم هيكون بلا رحمة. يا بهاء، المسألة مهما كان برضو ما تنساش ان احنا عشرة عمر يا راجل. يا سلام، ولو كان اولياء الامور دول بقى تهوروا علينا كنت هتقول لي عشرة عمر برضو؟ عشرة عمر؟ لا مؤاخذة، هستأذنك بس موضوع عائلي خاص بيا. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. الو شوشو يا حياتي. وانتي كمان يا قمر، انتي فين؟ عند دودو. اكيد عامله لك الاكله اللي انا بحبها. لا ما انا انت هتقولي لي طبخه هايله. لا لا مش حاضر النهارده، معلش تتعوض، انا اصلي قاعد معايا موضوع كده مع واحد من اعز اصدقائي، وان اوف ذا فيري جود اولد فريندز، مستر بهاء. انا ما كلمتك بعد الظهر، قلت لك ان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه هقولها لك وانا قلبي بيتقطع حقيقي يعني، والدموع في عينيا. شو انت طالق يا حياتي، طالق. اسمع بقى، معلش بقولك ايه، ما تنسيش يوم الجمعه هنتعشى كلنا عند دودو. ايه يا حبيبتي، سيو. كنا بنقول ايه؟ نقول ايه في ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه طلقت المدام فيها ايه؟ يا سلام، بمنتهى السهوله كده؟ بمنتهى السهوله هنعيش كم مره يعني يا بهاء؟ انا بطبيعتي بزهق بسرعه وملول، بيني وبينك يعني ما اخبيش عليك، انا في واحده في الويتنج ليست منشن عليها، ارمله عندها 18 سنه. عقبالك. اوه. كنا بنقول ايه بقى؟